مبارك للشعب العراقي بهذا الفوز، ومبارك للمنتخب العراقي أداء ونتيجة، والحمد لله والشكر هاي الفرحة بالشعب البصري، وإن شاء الله الله يحفظ سعد العيداني. هاي كورنيش نعمة، هاي العالم محافظات كلها مرتاحة، والف الحمد لله والشكر. نحب نشكر المحافظ البصرة أسعد العيداني على ترتيبه بالبصرة، إنه الكورنيش يعني أوضاع البصرة كلش حلوة والله العظيم، وإنه شكره والله يوفقه إن شاء الله. الأجواء هنا كلش حلوة ومرتبة، وأجواء البصرة تختلف وطعمهم يختلف، ناسهم طيبهم وكرمهم. طبعا أنا رجال من أهل النجف جاية من قطر، ورحت شاهدت اللعبة، تنظيم كلش راقي وأجواء هنا ناسة، يعني شحتي ما أقدر أعبر عن حب هاي المحافظة الطيبة. نبارك الشعب العراقي عامة والمنتخب خاصة بفوزه على نظيره الأندلسي في مباراة تصفيات كأس العالم. والله التنظيم كلش رائع، واللعبة كانت كلش حلوة، والأجواء كلش زينة ومرتبة. جدا سعيد ومرتاح بالأجواء البصرية العراقية اللي حاليا البصرة نقدر نقول شايلة جزء من العراق محتضنته هنا، فأتمنى هاي الفرحة تدوم للعراقيين كلهم